هناك الآن بعض الأنشطة يعني قد تكون وهمية، يعني مطعم وهمي، عدد الزبائن الذين يقومون بزيارته يوميا لا تكفي لاسترداد. حتى أفهم شنو مطعم وهمي؟ يعني تشوفين المطعم وتشوفين عمال، بس ما تشوفين الناس تأكل وتطلع بحجم الإيرادات اللي يقدمها للضريبة. بمعنى أنه دينار عراقي دا يدخل بواجهة هذا المطعم هو دينار غير شرعي، باعتبار انه هذا المطعم ده يشتغل. وهاي شنو على شاكله هذا المطعم؟ هاي هوايه هسه اذا نفترض بغداد راح تشوفين اكو مكان يشتغل واكو مكان ما يشتغل. لطالما سالت هذا السؤال، في مطعم يعني كبير جدا لكنه متوقف. متوقف. يعني لا يدخلوا له ناس ولا يطلعوا له ناس. شلون يربح؟ او يعني زي. مو فقط المطاعم. بانزي خانات وهميه. عندك يعني تشوفيها تقولين هذول يعني باليوم يطلعون هالقد، بس ماكو ايرادات.